السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم يا جماعة. البنزين بهدلنا، البنزين بهدلنا يا رجالة. خلينا نتكلم عن دغري بقى. الواحد يفول الموتوسيكل بتاعه ب 150 جنيه يعني تقريبا كده كل 4 ايام 150. ليه؟ راكب طيارة؟ فقلت بقى نطلع نتكلم شوية عن حاجات اللي إذا عملتها توفر في البنزين. طالما هي كده كده بايظه فخلينا بس نتكلم يمكن نظبط الدنيا شويه. حلو حلو. الزحمه دي جت منين؟ الزحمه دي جت منين؟ طول عمرنا قاعدين فاضيين. طيب ايه بقى الحاجات اللي انت بتعملها علشان توفر في البنزين؟ بص يا سيدي، في حاجات كده عوامل في الموتوسيكل وفيك، حاجتين يعني. خلينا نتكلم اول حاجه عن عوامل اللي بتعملها في الموتوسيكل. طيب الحاجات دي جنرال شويه بينها وبين العربيات، وحاجات يعني ليها دعوه بالموتوسيكلات شويه. اول حاجه تعملها عشان تخلي بالك من الموتوسيكل ان هو جاي من وفر بنزين، كاوتش الموتوسيكل بتاعك. خلينا نعترف ان ثقافه الضغط بتاع الاطار بتاعك كام، خصوصا عند الموتوسيكلات، الناس مش عارفينها، مش عارفين الموتوسيكل بتاعهم الضغط بتاعهم كام، لان الموضوع في تباين شوية صغيرين يعني، في اختلاف. يعني مثلا انا البايك بتاعي الكاوتش اللي ورا عندي 180، فهتلاقي ضغط السليم فيه 42، ده لو محدش يعرف يعني. في ناس كتير اغلبهم بيحطوه 35 زي العربيات. فلازم تخلي ضغط الاطار بتاعك كويس علشان تقلل، او يبقى الكاوتش بتاعك منحني كده بشكل سليم، علشان ما يبقاش في احتكاك زايد ملوش لازمه بين الموتوسيكل والارض، بيصعب عمليه ان الموتوسيكل يمشي ويبتدي يحرق بنزين اكتر. تمام تمام. فاول حاجه نتكلم فيها ومن اهم الحاجات، لازم تشيك على الاطارات بتاعتك على طول، ده لسلامتك والبنزين. حلو حلو. تاني حاجه ان دايما تخلي فلتر الهواء بتاعك والبوجيهات بتاعتك سليمه، ولكن فلتر الهواء في الموتوسيكلات بما انه صغير بيبتدي يتوسخ بسرعه وبيلم اتربه بسرعه، فدي حاجه بتحتاج ان انت دايما تنظف فلتر الهواء بتاعك، عشان فلتر الهواء لما بيكتم البايك بتلاقيه بيستهلك كتير بنزين. بوجيهاتك، كل الكلام اللي زي ده بيأثر على البنزين. طيب حلو حلو. حاجه تانية بالنسبه للبايكات بقى، مش ان جنرال في كل الموتوسيكلات او الاسكوترات، ان انت حضرتك تكون مركب اكزوست تعديل. الاكزوست التعديل ده هتعمق فيه في حلقه للاكزوستات، ولكن من اضراره ان هو بيستهلك بنزين اكتر، ان هو بيبوظ نسب الاحتراق اللي هي جوه غرفه الاحتراق. فده بيعمل ايه بقى؟ بيخلي الموتوسيكل بتاعك يسخن اكتر، ولما يسخن اكتر يبتدي يحرق بنزين اكتر. حلو الكلام ده؟ حلو الكلام ده. دلوقتي دي اغلب الحاجات الميكانيكيه اللي انت تخلي بالك منها. فانت لو معاك اكزوست بس مش تمام، رجعه لو انت عايز توفر بنزين. طيب موضوع الكاوتشات والكلام ده كله ممكن يوفر لك قد ايه؟ كام في الميه؟ ممكن، بص بقى متخلفين دول بقى، استنى بقى استنى، عايزين يروحوا كده بالعربيات، يلا خير. ممكن يوفر لك قد ايه الموضوع ده؟ الموضوع ده ممكن يوفر لحد 20% من الاستهلاك، على 18% بالظبط على بعض الناس ماله على الانترنت. ده مش يعني مش مني طبعا، هو في الطبيعي يعني ماكسيم هيوفر، بصراحه مع ست 10% ولا حاجه. الموضوع بقى كله فيك انت، ان انت لما تبقى ماشي تعرف ازاي بتعرف تمشي بالموتوسيكل بتاعك، خصوصا العربيات الموتوسيكلات المانيوال. يعني لو انت ماشي ما تفضلش ماشي زي كده دلوقتي على 5 6، انت كده بتحرق عادي، ممكن تطلع نقله زياده ومشي لك على 3.5 3 عادي. طول ما انت جوه المدينه ووضع هادي، لا انت بتشد ولا محتاج تتجاوز، خليك على الاقل ار بي ام. اول ما تطلع، طول ما انت على ار بي ام حلو، الموتوسيكل بتاعك مش هيسخن، هيبقى درجه حرارته عاديه، استهلاكه عادي للبنزين، وانت ار بي ام تمام، خلاص انت كده الموضوع عندك بقى ظريف. فدوستك للبنزين الار بي ام بتاعك بيحدد لك استهلاكك تقريبا هيبقى قد ايه. فطول ما انت مظبط دوستك للبنزين ان الار بي ام دايما يكون واطي، ان الار بي ام دايما يكون واطي، هيفضل الاستهلاك بتاعك في المستوى المقبول بالنسبه لك. تمام. طيب نتكلم في البوينت دي اكتر شويه، اظبط الموضوع ده ازاي؟ بص، هو الموضوع ده عباره عن سنس
انت والموتوسيكل بتاعك. حلو، انت اللي بتبقى عارف امتى تخلي الموتوسيكل بتاعك الار بي ام بتاعه واطي، وامتى هتبقى تحتاج ان هو يبقى عالي عشان لو حبيت تناور ولا حبيت تعمل اي حاجه الموتوسيكل بتاعك يسعفك، لان هو على يعني لو ار بي ام قليل وجيت دوس بنزين ولا هو ولا بيتحرك بسرعه، عامل زي البطه. طبعا كلنا عارفين الموضوع ده لان هو ار بي ام واطي، فمحتاج يبقى الار بي ام عالي علشان لو حبيت تعمل حاجه. فحاول حاول حاول يكون الار بي ام بتاعك دايما بشكل كويس، هتلاقي فرق جدا معاك الموضوع ده. لو عملت موضوع دوس البنزين واستهلاكك ليها والناحيه الثانيه هيفرق معاك، لدرجه ان انت مثلا 10 لتر اذا كانوا بيمشوك 200 كيلو هيمشوك لو انت ظبطتها 260، 60 كيلو زياده، يعني فرق. ده لو انت موتوسيكل مانيوال. المشكله بقى في السكوترات ان هي السي في تي هي اصلا موفره، فما يعني سيبك من الار بي ام بتاعهم ده جميل ان هو نقله واحده او يعني يعتبر نقله واحده، فما تلويش الموضوع ده للسكوترات. اهم حاجه تخلي بالك من فلتر بنزين، فلتر الهواء والاطارات بتاعتك ضغطها يبقى كويس، بنزينك كويس، خلاص ان شاء الله هتلاقيك بنزين ظابط معاك. اتمنى ان الفيديو ده يكون فيه معلومات ظريفه افادتكم شويه. وبالمناسبه في حاجه بقى حلوه لو حطيتوها مع البنزين، وهي منظف دوره البنزين. ولكن الشائع حاجات كتير منظف دوره البنزين زي ماكس 44 وحاجات زي كده، بس في حاجه حلوه بقى لما الموتوسيكل بتاعك، هي طبعا موجوده في مصر بس لو حد بيتابعني من دوله تانية. من مصر بقى، في مصر بقى في بنزينات مصر حاجه اسمها اكبا. تمام، اكبا، ايه الاكبا دي؟ اكبا دي حاجه زي قد كده، عبوه قد كده، بتكفي 50 لتر، ثمنها 7 جنيه بس او 8 جنيه. هتلاقي كده طرمبه البنزين بتاعتك بتحشرج، بتطلع زنه من الاخر، هي شغاله بس قالوها غيرها، شغاله بس قالوها غيرها. في المرحله دي حط اكبا وفول عليه واطلع. لو انت سكوتر اقرص على اخر الدواسه، اطلع طريق سريع جيب اخر الدواسه، خلي الرشاشات بتاعتك ترش على اقصى حاجه. ولو انت موتوسيكل برضه خليك على ار بي ام عالي واطلع برضه مسافه طويله، امشي لك مثلا 20 كيلو متر مثلا وتعالى هتتعيلي، فعلا هترجع الموتوسيكل بتاعك كويس وطرمه البنزين مش هتتغير. الموضوع ده المفروض يتعمل بشكل وقائي، يعني كده كل 5000 ولا حاجه، كل تغيير زيت اعملها مره. يعني جيب اكبا حطه، هو على فكره زي ما قلت لك 8 جنيه ل 50 لتر، فانت هتحط نصه تقريبا، حط النص الاكبا واطلع احرق، نظف نظف البلاوي اللي بتبقى موجوده. يعني احنا عارفين، انا لو عايز اوريكم تانك قبل كده فتحناه من جوه لقينا فيه كرات سوداء من الهباله بتاعت البنزين. يعني كان ماشي، كان موتوسيكل 150 سي سي ماشي حوالي 15000 بس، يعني من الزير ماشي 15000 ومتبهدل من جوه، في شوائب طبعا سد الدنيا الشوائب. فانا اتصدمت، كان نفسي اصورها بس ما لحقتش. فالمهم دي حاجه وقائيه 8 جنيه بس، اسمه اكبا، منظف دوره بنزين اكبا من اي بنزينه مصر اللي هي بتبيع الماتيريال دي. ان يعني في بنزينات مصر، في بنزينات مصر ما بتبيعش، في بنزينات مصر عندها المواد الكيماويه دي. فاتمنى ان يكون فيديو عجبكم، وتنساش ابوس ايدك تفتكرنا بحاجه بسيطه يا جدع، عشان الناس بيجي تسالني نفس الاسئله في كل الفيديوهات. اعمل بقى لايك وشير الفيديو عشان ما يسالوناش تاني، ما حطوش بوستات تاني، لايك للفيديو لو عجبك، لو ما عجبكش انا متقبل كده، حط لي في الكومنت ليه ما عجبكش، لايك شير وسبسكرايب، ما تنساش تفعل زر التنبيهات، وانا اسف لو طولت عليكم، نشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي، وسلام عليكم.